السلام لافامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه مزيان، تمني ربي احوالكم تكون لخير وبخير. اليوم البنات كيشي وعدتكم ديك المره، قلت لكم غادي نشارك معكم ان شاء الله العجينه ديال طاكوس، كيفاش كندير ليها باش كتجيني مزيونه، وكان نخبعها في الفريكو حتى كنحتاجها، وكل شيء البنات غادي نشارك معكم ان شاء الله. المهم البنات، انا اليوم غادي نوريكم العجينه ديالو، غنوريكم كيفاش غادي نخبزو، وغادي ندير سندويتشات به معكم، واللي بغى البنات يحتفظ به في الفريكو كيحتفظ به، واللي بغى البنات كيدير به ساندويتش ديك الساعه كيديرو. خليكم معايا ويلا البنات نوجدوه ان شاء الله مجموعين. بسم الله البنات، بغيت نوجد واحد الكريب الكوتي وبغيت نشاركه معكم ان شاء الله. عندي البنات 3 ديال البيضات، فانيه وحده البنات، خماره بالفاني، جوج معالق البنات ديال السكر سنيده، 3 د المعالق البنات كبار د الزيت او 4، شويه البنات ديال اليد ديال الملحه صحيح الذوق، معلقه البنات كبيره ديال النشا، هانتوما البنات كنخلطوهم مع بعضياتهم حتى كيتسانجو لنا المكونات. ودابا البنات غادي نزيد الحليب، هانتوما البنات هاد الزلافه هادي عامره راه كتهز 250 غرام، يعني انا دايره 200 مليمتر د الحليب. هانتوما البنات وعندي زلافه ديال الماء، الماء عادي البنات من روبيني، هانتوما يا ومن بعد البنات غادي نبدا ندير الطحين ديالي. هانتوما البنات انا راه عندي الدقيق القمح الكامل، ماشي الفرص الرطب كاع، هذا راه حرش شويه البنات. هانتوما البنات درت 8 زلافه و4 دابا، كتبقاو البنات تخلطو مزيان حتى كيتسانج لكم الخليط باش تعرفوا البنات واش غتزيدوا الفرص ولا لا. انتما البنات انا زدت نص زلافه اخر، هانتوما البنات دابا ملي طحنا العجينه ديالنا بالخلاط الكهربائي خلطتها مزيان البنات حتى تسانجت، هانتوما شوفوا كيفاش رجع لي الخليط ديالي. دابا البنات غادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق بعد ما تسخن ليا المقله، انا درتها البنات تسخن
وغادي نبدا معكم الخبز ان شاء الله وغتشوفوا. السلام البنات، دابا غادي نوجد واحد الكخيب البنات هكا كبير داير، وبغيت نشاركه معكم من الاول، وبغيت البنات باش تشوفوا الطريقه اللي غندير ليه وكيفاش غادي ندير نعمره وكيفاش غادي نصايبه. خليكم معايا البنات، احنا نتبعوا الطريقه من الاول حتى التالي. هانتوما البنات كتبقاو تقلبوها هكا وهكا تكطب ليكم. دابا انا قلبتها، عاود شويه غادي نقلبها البنات. هانتوما البنات هذه راها الحبه الثانيه، حاولت نديرها كبيره شويه هكا على دور الطاجين. غتبعوها البنات بالطريقه اللي غنوريكم في العجينه، راه كيجي رائع وممتاز وراه كيصدق، وراه كديروه العجينه هكا لاي ساندويتش بغيتو. بغيتو ديروا ساندويتش ديال طاكوس، بغيتو ديروا الساندويتش اللي غندير انا، اي حاجه البنات راه كيجي بنين وممتاز، وغير تبعوها البنات بالطريقه اللي وريتكم. هانتوما البنات ها هو الكخيب ديالنا وجد، هانتوما كتشوفوا. ضروري البنات ملي تكونوا كتخبزوه باش ما يتقطع لكمش وما يتقرض لكمش، لان الا خليتوه برا راه البنات كيقصح وكيتقرض ملي كتجيو تستعملوه تيتقرض. هانتوما البنات انا كنت مغطياه بالمنديل، انا عريتو باش نوريه لكم. هانتوما البنات هانتوما راه تيجي، شوفوا كيفاش داير، ها خفيف وسهل. هذه البنات مازال قاصحه شويه حيت عاد خرجتها. هانتوما البنات ضروري تغطيوه بالمنديل حيت البنات كيبقى رطب وما كيتقرب لكمش، وفاش كتجيو تخدموا بها البنات كيجيكم ساهل في الخدمه. ودابا البنات خليكم معايا حتى نكملوا ان شاء الله المراحل حتى التالي. انا غادي نوريكم باش غادي نعمره وشنو غادي ندير فيه وكل شيء البنات من الاول حتى التالي ان شاء الله. المهم انا غير عطيتكم البنات كيفاش ديروا توجدوا العجينه ديالكم في الدار، وبلا ما تشريوها من الزنقه الله يكون في العوان. كاين اللي عنده باش يشري وكاين اللي ما عندوش باش يشري، صافي يديرها غير في الدار يستعملها هكايا، راه كتجي ممتازه ورائعه البنات. هانتوما البنات ها الكخيب اللي صيبت معاكم. هانتوما راه كاين اللي كيقولوا الكخيب وكاين اللي كيقولوا خبز طاكوس. المهم انا هذه هي باش كنعمر طاكوس ديالي ديال الدار. هانتوما اللي بغى يدير الحجم صغير كيديرو ها، واللي بغى حجم كبير راه كيديرو. هانتوما البنات انا درت لكم الاحجام بجوج باش تعرفوا، راه كيجي كبير وصغير، اي واحد بغى شي قياس يديرو. هنا البنات عندي جوج بصلات كبارين مشلطين، هنا البنات عندي الفلفله حمراء وصفراء، ها نتوما كتشوفوا حمراء وصفراء. وهذا البنات الفروماج. اليوم البنات غندير التعميره غير بالبصله والفلفله والطون والفروماج، هادشي باش غادي نعمر اليوم البنات. بسم الله دابا غادي نبداو البنات نصوبوا الحشوه ديالنا. خليوا البصله ديالنا طيب شويه تهبط البنات، نديروا فيها البنات شويه ديال الابزار. شويه البنات الخرقوم، غير شي راس معلقه نتوما كتشوفوا غير شويه. الملح البنات ديروا قياسكم ديال الملح. هانتوما البنات ديروا فيها شويه ديال العطريه ديال الشاورما، تمر راس معلقه البنات. ونص معلقه البنات ديال العطريه ديال البسطيله. كتعطيها البنات واحد البنه رائعه ممتازه. شويه البنات ديال القزبر يابس غير نص معلقه. هانتوما هانتوما البنات شويه ديال زيت الزيتون، واللي ما عندوش زيت الزيتون يدير زيت المائده عادي بحال بحال. هانتوما البنات من بعد ما خلطت العطريه ديالي مع البصله غادي نزيد الفلفله.
راكم عارفين خص الفلفله تهبط شويه طيب، هي والبصله. وملي غادي يطيبوا البنات انا غادي نوريكم، غادي نزيد فوقها الطون وغنحركها وغادي نبدا التعمير ديالي. ماشي مشكله البنات، التعميره اي حاجه عندكم ديروها، الطون، كاشير، كفته، لاداند، اي حاجه عمروا بها البنات ماشي مشكله، اي حاجه كتجي فيهم بنينه ممتازه. هانتوما البنات، انا دابا غادي نبدا نعمر الكريب ديالي اللي وجدت معكم وراني وريتكم الطريقه. هانتوما ها الحشوه وجدات، انا زدت فيها الطون البنات وحركتها وغادي نبدا نعمر البنات. هانتوما البنات، بسم الله. كندير البنات شويه ديال، انتم شفتوني المايونيز، وكنحاول البنات هانتوما نجيب التعميره ديالي. الحشوه راه كتجي رائعه البنات، هذه اللي درت كتجي بنينه ممتازه، ولكن مني كلها ويدير الحشوه اللي بغى البنات ماشي مشكل، اي واحد كيعمر باش ما بغى. المهم انا البنات كنفضل هاد الحشوه هادي. هانتوما وانا البنات غنديرهم غير بحال هكا، هانتوما مروليين. هانتوما البنات ديروا عليهم شويه فرماج محكوك باش كيجيو من الداخل البنات معلكين ممتازين. هانتوما البنات كتبقاو مستمرين هكا حتى كتعمروا السندويتشات ديالكم كاملين. ونزيدكم حاجه البنات، انا راه ما غاديش نطيبهم في المقله فوق البوطه، انا راه غادي نديرهم دابا غير في الفرانه البنات. هانتوما البنات ها لي ساندويتش ديالي ساليتهم بعد ما كملت البنات، انا غادي دابا نديرو في الفران باش يطيب. خاص الفران البنات يكون سخون مزيان وعافيه تكون فيه مجهده عاديه. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديالي اللي وجدت معكم، راكم شفتوني العجينه ديال الدار، كلشي ديال الدار البنات، راه كيجي رائع ممتاز وبنين. كنتمناكم تتبعوا الطريقه ديال الفيديو كيف ما درت له من الاول حتى التالي، وتبعوا المراحل ديالي راه كيجي بنين ممتاز. واللي دخل لاشين واستمتع بالفيديو دير لايك وابوني باش يوصلك الجديد، واللي مازال ما دخل البنات لاشين يدخل ويفعل الجرس ويدير لايك باش يوصلوا ان شاء الله كل جديد، وراه ان شاء الله يومي الجديد، ومازال نعطيكم ان شاء الله المزيد كثر وكثر.